موضوعنا الطبي لليوم نتكلم عن إطلاق برنامج الوقاية من سرطان عنق الرحم من قبل وزارة الصحة السعودية لتحصين الفتيات والنساء ضد السرطانات المرتبطة بفيروس الورم الحليمي البشري. خلونا في البداية نتابع هذا الكليب ونرجع لكم. فيروس الورم الحليمي البشري هو المتسبب الأساسي والرئيسي لسرطان عنق الرحم، إذ 80% من البشر معرضون للإصابة بهذا الفيروس في حياتهم. في السعودية طبعاً إحصائيات الوفيات هي 179 من أصل 358 المصابات بهذا السرطان. وبالنسبة للآثار الجانبية جدا خفيفة وطفيفة مثل أي لقاح آخر يعطى في عضلة الذراع، ليس هناك أي آثار جانبية نادرة أو غير مذكورة من قبل. للحديث مفصلا عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف معنا في الاستوديو دكتورة ندى منشي قائدة قسم الوقاية من سرطان عنق الرحم وفيروس الورم الحليمي البشري الوكالة المساعدة للصحة الوقائية ديوان وزارة الصحة السعودية وهي المتحدث الرسمي في هذا الموضوع. سعدي صباحك يا أهلا وسهلا فيك دكتورة. أهلا وسهلا فيكم، سعيدين بوجودك معنا اليوم. أنا سعيد وأشكر استضافتكم لي. بداية إيش هو هذا الفيروس اللي قاعدين نسمع عنه هذه الفترة؟ الفيروس الورم الحليمي البشري هو فيروس هو المتسبب والسبب الرئيسي لسرطان عنق الرحم. الفيروس انتقل عن طريق التلامس الجلدي. طبعا منطقة عنق الرحم إذا جاءها أو وصل لها هذا التهاب هذا الفيروس بعد سنين يتحول لسرطان عنق الرحم. للأسف اكتشاف هذا السرطان في مراحل متأخرة، عشان كذا يعتبر هذا الفيروس خطير جدا. أنت دحين قاعدين ما شاء الله تجهزوا الحملة، سألكم من أمس بدأتوا ولا قبل سنتين؟ لا أنا بتكلم أنه بدأتوا بدأت أيوة بالضبط هذا الأسبوع. نعم. أيوة واليوم ولسه كمان مكملين وفي لقاح هذا التطعيم اللي أنتوا قاعدين تتكلموا عنه، إيش هذا بالضبط اللقاح؟ اشرحي لي. اللقاح هو لقاح مضاد أو يعني ضد للوقاية من فيروس الورم الحليمي البشري. طبعا اللقاح خلينا نتكلم عن البرنامج. البرنامج هو فقط لطالبات الأول متوسط، أنه بنوضح للمجتمع أنه فقط لطالبات الأول متوسط. الفئة المستهدفة هي من 9-13 سنة، لكن اخترنا من 19 ل 13. أول شيء من 13 ل 19 حطينا فئة مستهدفة. أوكي. للبرنامج المدرسي، ولكن اخترنا من هذه الفئة فقط أعمار 12-13 سنة، أي مرحلة الأول متوسط، بس عشان نوضح للمجتمع أنه مش لكل الفتيات فقط. أنا فكرته للنساء كمان يعني. هو أكيد هو طبعا خلينا نوضح أنه إحنا نتكلم الآن عن برنامج الوزارة اللي سويناه بالتعاون مع وزارة التعليم لطالبات الأول المتوسط، لكن أي مرأة في هذا العالم، أي شخص في هذا العالم يقدر يأخذ هذا اللقاح. اللقاح متوفر، كل امرأة تحب تحصل على اللقاح تكلم المستشفى الخاصة بها وتراجع عندها أنه يا دكتور أنا ودي أخذ هذا اللقاح عشان يحميني من هذا السرطان.
كيف قدرتوا يعني تعملوا التوعية للأهل؟ إنه أنت بتتكلم على عمر 13 و18 سنة، يعني دائما المرحلة هذه الأهالي يخافوا على أولادهم من أي نسمة، وبالعكس يعني فكرة إنهم يأخذوا إبرة ويبقيهم هذا شيء مرة حلو. لكن بالضبط، لكن هم ما هم عارفين، يعني كلنا يمكن جديد علينا أو حتى سنتين يعتبر برضو كلمة الورم الحليمي شيء. هو شوفي فعلا احنا اشتغلنا على سنتين، لكن هو فعلا دوبه يدخل المملكة لأول مرة هذا الأسبوع، ما حد كان عارفني. أنا أقول لك شغلنا عليه داخليا في الوزارة كان كذا، لكن المجتمع الآن عرفوا عنه. أنا ودي أني أطمئن المجتمع، أنتوا الآن السرطان اللي يعني يكون نتيجة هذا الفيروس خطير جدا، فأنتوا جالسين تحموا بناتكم. صحيح. اللقاح خلينا نتكلم أكثر عن مأمونيته. منظمة الصحة العالمية عام 2017 صرحت بمأمونية اللقاح وأنه آمن للاستعمال. الحمد لله. الحمد لله. وعشان كذا قلت لك لين سنتين نشتغل عليه. عام 2020 نفس منظمة الصحة العالمية أصدرت مبتدأ ومبادرة استئصال والتخلص من سرطان عنق الرحم عبر تطعيم الفتيات التي هن من 9 إلى 14 سنة. عشان كذا إحنا يعني تعرف إحنا سباقين، وزارة الصحة سباقة في كل ما يحدث في الطب الحديث، فأكيد كان لازم ندخل هذا المستحصين المدرسي على المجتمع. وبدأتوا المدارس بتقوموا بأكيد التوعية وكل هذه الأمور. وزارة التعليم طبعا هو كولابوريشن أو تعاون مع وزارة التعليم، من جهتهم هم هناك توجيه للمرشدات اللي حيكونوا مسؤولين عن هذه حملة التحصين. في من عندنا الوزارة راح تطلع الفرق اللي تطعمهم، طبعا كلهم ممارسين مرخص لهم. وكيف شكل اللقاح؟ إبرة ولا؟ نعم، خلينا نتكلم على اللقاح. اللقاح إيش هو؟ طريقته انتراماسكولر، يعني بنحط بالعضل، نفس لقاح الكوفيد 19، يعني ما له آثار جانبية. هذا هو، ما له آثار جانبية مثل خلينا نقول نفس الأعراض اللي أي لقاح يعطى في عضلة الذراع. الحمد لله. اللي هو انتفاخ الروتيشن أو شوية يعني تحسس للمنطقة، احمرار فقط في منطقة الحقن، لكن يعني لا يوجد أي شيء. وهذه كمان يعني إبرة يعني بسيطة وزي ما قلت ما لها أي أضرار. نعم. والحمد لله يلاقوا نتيجتها بعدين. 15 سنة ولا قطع كلامك، 15 سنة من الأبحاث على اللقاح والفيروس. أنا بشكرك وبشكر كل القائمين على هذا البرنامج دكتورة ندى، لأنه من جد قاعدين تعملوا مجهود رائع وجبار وتوعية. يا رب يوصل صوتكم لكل الناس وتعملوا أكبر عدد من أخذ اللقاح إن شاء الله. إن شاء شكرا الله. لك. شكرا لك دكتورة ندى. و